طيب كلنا عارفين الفترة الجاية في أجندة دولية في الفترة من 19 إلى 29 مارس المنتخب الأول هيلعب مباراة مهمة جدا مع منتخب ملاوي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم في الكوت ديفوار. هنلعب مباراتين، الأولى في القاهرة يوم 24 مارس والمباراة الثانية يوم 28 مارس في ملاوي. في نفس الأجندة الدولية المنتخب الأولمبي هيلعب مباراة رسمية مع منتخب زامبيا في إطار التصفيات دي المرحلة الثانية وهي المرحلة القبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس. تكسب زامبيا وتتأهل هتلعب التصفية النهائية في المغرب خلال الصيف المقبل. طيب كأس الرابطة هيتلعب خلال الفترة ديت اللي هي الفترة من 19 إلى 29 مارس. النهاردة كانت في مراسم قرعة البطولة، كلنا عارفين أن دور ال 16 هيكون فيه 16 نادي من أندية الدوري الممتاز فقط. قدامكم على الشاشة طبعا يمكن دي لقطات خاصة بقرعة مواجهات كأس الرابطة، يمكن طبعا الأستاذ عامر حسين المشرف على إدارة مسابقات الأندية المحترفة واللي بيسحب القرعة بالتأكيد الزميل الإعلامي محمد عباس وطبعا أحد المسؤولين في نادي فيوتشر، مسؤول الإعلامي لنادي فيوتشر. فبالتأكيد الأندية النهاردة كانت بتشارك في سحب مراسم قرعة كأس الرابطة. القرعة أسفرت عن الأهلي يواجه المصري، غزل المحلة هيواجه الإسماعيلي، المقاولين العرب مع حرس الحدود، فيوتشر مع طلائع الجيش، الزمالك مع البنك الأهلي، سيراميكا كليوباترا مع سموحة، الاتحاد السكندري مع فاركو، بيراميدز مع إنبي. طيب دي مباريات دور الستاشر. نظام البطولة اتغير، يعني السنة اللي فاتت كانت فيه مجموعات والأوائل بيتأهلوا لنصف النهائي وأفضل تاني في المجموعات الثلاثة كان موجود في نصف النهائي وفي الآخر اتعملت مباراة نصف نهائي ونهائي. المرة دي الأمر مختلف نظرا لضيق الوقت، كلنا عارفين طبعا كانت في أدوار تمهيدية اتلعبت وفي حصلت تصفية من عدد من الأندية اللي هي ترتيبها متأخر في مسابقة الجدول، وبالتالي اتحدد خلاص الشكل النهائي اللي هم 16 نادي اللي هيبدأوا من دور ال 16. المباريات هتبدأ في الفترة من 20 إلى 29 مارس. الأهلي هيواجه المصري. طيب الفائز من الأهلي والمصري في دور ال 16 هيلاعب الفائز ما بين غزل المحله والاسماعيلي، يعني الاهلي ان شاء الله يكسب المصري ويتاهل لدور الثمانيه. قدامكم على الشاشه هيلاعب الفائز من غزل المحله والاسماعيلي، الفائز بيتاهل مباشره ما فيش ذهاب وعوده ولا في مجموعات زي ما انتم شايفين النظام على الشاشه. الاهلي مع المصري هيلاعب الفائز من غزل المحله والاسماعيلي، الفائز من المقاولين والحرس هيلاعب الفائز من فيوتشر وطلائع الجيش، الفائز من الزمالك والبنك الاهلي هيلاعب الفائز من سيراميكا وسموحه، الفائز من الاتحاد وفاركو هيلاعب الفائز من بيراميدز وإنبي. دور 16 دور الثمانية. بعد مباراة دور الثمانية اللي هتتلعب يعني بنسبة كبيرة أحد أيام 27 أو 28 مارس هنعرف ساعتها بقى الأندية اللي تأهلت إلى دور الأربعة. إمتى مباراة نصف النهائي والنهائي؟ ده هيكون عقب نهاية الدوري اللي هيبقى غالبا بنسبة كبيرة في نهاية شهر 6 المقبل بإذن الله. دي مباريات كأس الرابطة. طب امتى الاهلي لعب بيراميدز في نهائي كاس مصر العام الماضي؟ جدول مباراه نهائي الكاس هيتحدد بنسبه كبيره عقب مباريات الجوله الخامسه من دوري ابطال افريقيا. الاستاذ عامر حسين مستني يشوف بس موقف الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا في مباراتي الجمعه والسبت المقبلين عشان يحدد مباراه الاهلي وبيراميدز في كاس مصر، ويحدد كمان المباراه المؤجله للاهلي اللي كانت امام الاتحاد او الحرس او الاسماعيلي، لان الاهلي كلنا عارفين عنده ثلاث مباريات مؤجله. طبعا بالنسبه للرابطه وبالنسبه لاداره المسابقات خروج الانديه المصريه هيديهم مساحه ان هو يقدر يحط المباريات المؤجله عشان ينهي الدوري في نهايه شهر 6. ان شاء الله باذن الله الاهلي يكمل للادوار اللي جايه. اكيد اداره الرابطه واداره المسابقات هتنتظر شويه ومش هتحدد باقي المباريات المؤجله، وهتشوف بعد مباريات دور الثمانيه ونصف النهائي والنهائي وهتتاخر شويه في تحديد المباريات المؤجله. ولكن ماتش الاهلي وبيراميدز بنسبه 1000000% هيتلعب في شهر 4. ليه؟ لان كاس السوبر اتحدد ميعاده خلاص في مواجهه نادي الزمالك يوم 5/5 في ابو ظبي، فخلاص كاس السوبر اتحدد ميعاده. وكلنا عارفين ان الشرقه الراعيه اعلنت واتحاد الكره اعلن ومجلس ابو ظبي الرياضي اعلن ان لقاء السوبر بتاع العام الماضي هيتلعب ان شاء الله يوم 5/5 في ابو ظبي، والزمالك بينتظر الفائز بكأس مصر إما الأهلي أو بيراميدز، والمباراة بنسبة 1000000% هتتلعب خلال شهر إبريل. لكن أكيد هيستنى الأستاذ عامر حسين يشوف موقف الأهلي لما يتأهل إن شاء الله للأدوار القادمة عشان يقدر يسكن باقي مباريات الجدول.